اسطنبول 2011 هم عطينا 203 ملايين. ماشي 150 الف. ماشي غالي السوق. ها؟ ماشي غالي السوق. والله ما سمحت لك. ماشي غالي. السوق مازال ما طلعش كما كان العام اللي فات. بناقص بواحد 20. خطره كوش طونوبيل قلت لك سوات راه 147 وكاين سوا حتى 160 حتى 170 مليون. يا صاحبي وراك رايح وين تروح؟ تبان لي نشريها منه وما نجيبهاش من هنا. نشريها منه وما نجيبهاش من هنا، هذا هو الحقيقه. ما نكذبوش على روحنا، الدراهم ماهمش يقضوا. لا عندك 160 مليون شو راك تشري ب 170 مليون راك تشري ب 60 مليون. ما كذبوش على روحنا، هذا الحديد بيرجع مستحيلات والسوق بيرجع. ما كذبوش علينا، كل شيء غلى.